الحكومة المصرية توافق رسميا على قانون الاستثمار الجديد وترسله لمجلس الدولة، وتقر اتفاقية تعيين الحدود ما بين مصر والسعودية وترسلها للبرلمان، وتعلن تطبيق العلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. رئيس الوزراء يعلن، وزير الصحة سيعلن زيادة أسعار الأدوية قريبا. في اتصال هاتفي جديد، الرئيس فلاديمير بوتين يجدد للرئيس السيسي عزم موسكو استئناف رحلات الطيران الروسية لمصر قريبا. ولجنة التحقيق في سقوط الطائرة العسكرية تقول لا نستبعد عملا إرهابيا. والكنيسة المصرية للكونغرس الأمريكي، قانونكم مرفوض، حكومتنا رممت كنائسنا.